قدمت النخبة الحضرمية نموذجا يحتذى به في مهامها القتالية وتطهير مناطق ساحل وهضبة حضرموت من التنظيمات الإرهابية، وها هي اليوم تطلع بمهام لا تقل أهمية، حيث أطلقت عيادة طبية متنقلة لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في الأرياف والمناطق الجبلية. نحن نأمل الخير في هذه الحملة وأن تعقبها حملات في مجال الصحة. مجال الصحة لابد أن يكون له رعاية، والظروف صعبة جدا جدا، الناس تعرف جميعا. يعني أمالنا المستقبلية أن يكون للجانب الصحي ومن قبل المنطقة العسكرية اهتمام دائم. كانت هذه مبادرة طيبة يشكر عليها، وبإذن الله يعني تكون هذه بادرة وتستمر في الأيام والأشهر الجاية لكي تحقق أهدافها. البعثة الطبية بدأت من مديرية أديس الشرقية واستكملت جولتها لأرياف المديرية وجبالها التي تبعد عشرات الكيلومترات وتتصف ببعورة طرقاتها، لا سيما المناطق الجبلية، وهذا لتقديم الفحص والعلاج المجاني للمصابين بالسكري وكذلك المصابين بالحميات وبعض الأمراض الموسمية. خدمة نوعية ممتازة ليتلقى المرضى العلاج في هذه المناطق المحرومة، مناطق طبعا موبوءة بحالات مرضية متواجدة عندنا زي حمى الضنك، حميات الانفلونزا المصاحبة لفصل الشتاء هذا البرودة، وهذا ندل على شيء ندل على اهتمامه. فنفرق نشكر طاقم العيادة المتنقلة بدون كل باسمه وصفته. طبعا الجميع يعرف الظروف الصعبة اللي يعيشوها الناس في ظل هذه الأوضاع الاستثنائية، يعني ظروف مادية وظروف قاسية وظروف معيشية، فالناس يضطروا أنهم ما عاد يروحوا إلى المراكز الصحية أو المستشفى بحكم اللي عايشين في الجبال وعايشين في الوديان. قوات النخبة الحضرمية أثبتت على مدار فترة تواجدها في البلاد بأنها أهل للثقة ونشر الأمن والأمان، وبأنها الأشجر على قيادة الدفة العسكرية والمدنية، وهذا ما يأمله المواطنون بحضرموت.